لكل اللي عم بيتابعونا يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. فقره الرياضه، اسمي لوسين ورح ادربكم اليوم، واليوم معي هبه. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا هبه؟ نورتي الاستوديو. هلا اليوم رح نعمل بناء على طلب الناس الكثيره كمان مره الاحرف الابجديه ونطلع نبض القلب فيها، بس اليوم رح نعمل احرف مختلفه عن اللي عملناها المره الماضيه. رح نعمل اليوم سي وال وتي ورح نعمل كروس، حنقيس الغرفة بكل جوانبها. طبعا لازم تكونوا لابسين شوز مريح بجريكم، حواليكم مسافة ومساحة آمنة، ونبلش نحمي. زي كل حلقة وزي كل حصة بنرفع نبض القلب شوي شوي حتى نهيئ عضلة القلب، عضلات الجسم والمفاصل للحصة. ابتسامتنا الصباحية على وجهنا، ظهرنا مرفوع لفوق، عضلات البطن مشدودة، ناخذ نفس، كتافنا مشدودين لورا، بعدنا على المشي. سهل لهلا؟ سهل صح. 4 3 2 رح نعمل ستيب تاتش. حاول مع ايدينا، اذا عندكم وجع بالركب او بالظهر ما ترفعوا رجليكم كثير على مستوى الارض بالنط، بس بترفعوا الكعب. هلا ايدينا لفوق، بدنا نسحب جسمنا، بده يروح لفوق ولتحت. كثير مهم الاحماء قبل حصه الرياضه، فاحنا بنضل معاكم عبين ما تهيئوا جسمكم للحلقه. هلا رح نعمل كروس برجلينا بهذا الشكل، تمام يا هبه؟ ظهرنا مرفوع، ايدينا فوق تحت، فوق نسحب لتحت، عضلات البطن مشدودة. 4 3 2 هلأ تاب لقدام، إحنا يمين شمال، أنتوا عكسنا رح تكونوا شمال يمين. برافو. 4 2 هلأ رح نعمل في ستيب، نفتح مسافة بين رجلينا، أصابع رجلينا بدي أشروا لبرا، ركبنا بدها تأشر لبرا. برافو. 4 3 بدل هلأ شمال يمين، شدوا عضلات البطن، الركب خط مستقيم مع أصابع رجلين. كمان 3 مرات بليز. 2 1 رح نمشي لقدام. 4 3 2 1 4 3 2 1 بس 4 خطوات لقدام، 4 خطوات لورا. سهلين. ظهر مرفوع لفوق، بلش ننظم نفسنا، شهيق من الأنف، زفير من الفم. هلأ بدنا نلف وجهنا ونمشي لهون. 1 2 3 الجهة الثانية. برافو. حرك إيدينا مع المشي، الابتسامة على وجهنا. محلنا هلأ هون، تاب سايد تو سايد، شدوا على عضلات البطن. 4 3 ناخذ نفس يا هبه، نشد ايدينا لفوق وتاب كمان مره. جاهزين؟ حنبلش نرسم اول اشاره، رح يكون رقم 1. نعمل نطتين محلنا. رقم 1 نعمل نطتين. برافو. البرنامج هذا اللي عم بعمله اسمه بوكوا، هو عبارة عن رسم أحرف أبجدية، إشارات، أرقام، بطريقة بنرفع فيها نبض القلب شوي شوي، بعدين بنضلنا على نفس الليفل اللي بنلهت فيه. هلأ النطة أعلى شوي. برافو. إيدينا لفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر مرة. هلا رح نرسم سي، رح نروح قدام، محلنا نطتين، نرجع على الجهة هاي. طبعا احنا عكسكم في التلفزيون، فرح تشوفوا السي معكوسة. محلنا نطتين، حرف سي. هلا 1 لقدام، قربوا لعند التلفزيون وارجعوا لورا، نطوا نطتين. برافو هبة.
نط نطتين، نفس، شهيق من الأنف، زفير من الفم، سي كمان مرة. برافو هبة، نطتين. حاول نفتح مسافة أكبر بين رجلينا ونشد عضلات البطن حتى ما نأذي الظهر. آخر مرة نرجع. هلأ رح نطلع واحد لقدام. هلأ حفظنا السي وحفظنا الواحد. الجسم جاهز للتي لأنه فيها نط. رح نطلع لقدام نرسم واحد. هلأ بدنا نرسم تي. طلع التي كيف؟ حترفع الرجل لهون، الرجل الثانية، بعدين نرسم عصاية التي ونرجع نطلع. أوكي؟ شمال لورا هون على الجنب عفوا، ونرسم عصاية التي. برافو. هلأ إيدينا هون. 4-3-2-1 4-3-2-1. طلع نبض القلب أكتر صح؟ كمان مرة تي. 4-3-2-1. شفتوا عصاية التي؟ آخر مرة. أوكي هبة جاهزة؟ 1-1 لقدام. جمب جمب. برافو. نفس. طبعا نبض القلب عندكم صار يعلى وصرتوا تلهتوا. كمان هلا رح نعمل مقص بجرينا. مقص مقص. اوكي مرتين يمين قدام. 1-2 بس. يمين شمال يمين شمال بس. يمين شمال. برافو هبة. آخر مرة نعيد من أول. سي سي قدام جنب. نطتين. نفس. طبعاً اللي عم بيلعبوا رياضة هلا معنا نفسهم عم بينقطع شوي، عم تلهتوا شوي صغيرة، نبض القلب عم بيعلى، إجريكم بلشوا يحرقوا. حنطلع واحد قدام الشاشة بس. التمارين هاي بتخليكم تنبسطوا وتنسوا التعب لأنه عم بتفكروا بالحرف كيفكم ترسموه تحت رجليكم. تمام؟ أوكي جاهزين؟ تعالوا لقدام. رح نعمل تي. يلا 4-3-2-1. نطتين. هي 1-2-3-4-5-6-7-8. تي آخر مرة. ظهرنا فوق. نفس. برافو هبة. أوكي 1 كمان مرة. 1 نفس. آخر مرة. هلا رح نعمل L بس بتختلف عن L المرة الماضية. رح يضل وجهكم مقابل الشاشة ونرجع لهون لقدام. نطتين سلايد. نطتين سلايد قدام. برافو. حاسين بالال تحت جريكم حرف الال؟ اخر مره بليز. نطتين سلايد. اوكي هبه بدنا نعمل 1-1. محلنا قدام هلا. برافو. ما ننسى كتافنا شادين لورا، ظهرنا مرفوع، عضلات البطن مشدوده. سي من الاول. كمان لقدام للجنب مرتين. اوكي تعالوا لقدام. 1 نطتين. 1-2 ما ننسى حركة الايدين. حرف الثاني شو عملنا؟ تي صح. حنطلع لقدام اول. رح نرسم التي هلا. كيك. شدوا على عضلات الورك، شدوا على عضلات البطن. آخر مرة
كيك لورا، واحد واحد، نطتين لقدام، برافو، كمان واحد واحد، ما تنسوا حركة الإيدين بالمشي. أوكي الحرف الثالث، تعالوا لعند الشاشة، ال، حتنطوا نطتين تروحوا على السايد، قدام، ظهرنا فوق، نطتين، على الجنب، نطتين، برافو، قدام، آخر مرة، حاول ننظم نفسنا، شهيق من الأنف، زفير من الفم، قدام، تعبناهم يا هبة بالك؟ شوي، لسه في كمان. هلا نفس الطريقة اللي عم نعملها قدام ولورا، بس رح نرسم زوايا الغرفة الأربعة. احنا رح نروح على هاي الجهة. هلا اعطوا ظهركم للتلفزيون. هلا جهة هاي. كمان مرة قدام، قربوا لعندي. لفوا. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، ورا. هنا اوكي نعمل تاب محلنا، برافو، ننزل لتحت قد ما بنقدر. هلا حنعيد مره واحده الاحرف، بعدين رح نعمل تمارين تقويه لعضلات الايدين. نطلع واحد واحد واحد، اثنين، نفس، عم نحرق سعرات حراريه، ما توقفوا. جاهزين؟ سي، يلا قدام، هون نطتين، نرجع لورا نطتين، كمان مرة، واحد، اثنين، اوكي رح نطلع لقدام، واحد واحد، اثنين، نطتين نطتين، كمان ظهرنا مرفوع، كمان مرتين بليز، ما تنسوا النفس. الحرف الثاني ايش هو؟ اطلعوا لعندي اشوف. تي، متذكرينه؟ أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. اند كيك. نطتين. أربعة، ثلاثة، اثنين. اوكي، واحد. نطتين نرجع لقدام لعندي الشاشة. جاهزين؟ ال لعندي، نطتين، هنروحها على السايد، سلايد، نطتين قدام على طول. حاسين بحرف ال تحت جريكم صح؟ ارسموا رسم، كيفكم انتوا والرسم، شاطرين؟ انا مو شاطره بالرسم. قدام، جاهزين؟ هنطلع واحد واحد، نفس، ظهر فوق، آخر مرة، كمان مرة، أوكي نعمل ستيب تاتش، برافو، نبض القلب عالي، بدنا نهدي شوي صغيرة، مش بالمرة، شوي صغيرة، زي ما طلعنا شوي شوي بدنا نهدي شوي شوي، كروس بجرينا. هلأ رح نعمل تمارين لعضلات الكتاف، نشوف قديه عندكم تحمل وصبر. شادين عضلات البطن، نفس تمارين الرجلين، ايدينا على الجنب، ما نحركهم. هلا ارفعهم على مستوى الكتف حتى تحسوا بالمقاومه اكثر. ما في وزن بايدينا، وزن جسمنا ضد الجاذبيه، بدنا نشوف مين اقوى، احنا ولا الجاذبيه. جاهزين؟ دوران لورا. في عنا نشاط وحيوية باستوديو اليوم كمان هون. دائرة لورا، برافو. ايدينا على مستوى الكتف. اوكي مشي، بس ايدينا نفس الشيء. دائرة لورا سريعة. طبعا ما تنسوا تشدوا عضلات البطن حتى تحموا ظهركم. بديتوا تحسوا بالحرق في الكتاف، صح يا هبة؟ بديتوا تحسي؟ جود. هلا لقدام.
حنعمل 2 راوندز، حاول نطلع ركبنا اعلى حتى يضل القلب شغال. بوعدكم اخر 15 ثانيه، 8 7 6، عم تحسوا الحرق بعضلات الكتاف ونفسكم تنزلوا ايديكم، بس زي ما اتفقنا انتوا الاقوى. نزل ايدينا، ناخذ نفس، نعمل ستريتش. طبعا الناس لما بتشوف الستريتش بتنبسط، تقول له سين خلصت هلا ما راح تتعبنا زياده، صح؟ بدل الايد الثانيه. الستريتش كثير مهم حتى نرجع العضله للحاله الراحه اللي بدينا فيها قبل الحصه. نبض القلب، بنهديه شوي شوي برضه، نعمل شيكينج لرجلينا، ناخذ نفس. يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا اليوم بالحصه، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. شكرا هبه. ثانك يو.